حبيت أتكلم اليوم عن موضوع أعتقد يهمنا كل إحنا ويهم العوائل وأطفالنا بالذات، هي اللقاحات وقسم من الإشاعات اللي تطلع إنه اللقاح يسوي أمراض بالجهاز العصبي ويسوي له علاقة بالأمراض الأوتوائل. وأقول بصراحة هذه كلها إشاعات ولا توجد نظريات مثبتة وأفندت وما إلى أي علاقة، وأكو عوائل للأسف أنا تجي وأشوفها يعني ما يأخذون اللقاح، وفي ناس مثقفة يعني للأسف الشديد يقرون، تعرف هسه الآن بالإنترنت الصحف يعني المواقع تكتب وأي واحد يقدر يكتب، بس هل هذه المواقع لها مراقبة وعلمية؟ يعني أنتوا تعرفون يمكن أكثر من عندي، كل هاي المواقع ما لها أساس علمي وتحقيقهم، بس أنا إحنا عندنا مرجعيات أحب أطمنكم إنه مرجعياتنا الطبية تؤيد وتدعم اللقاحات. اللقاحات مثل ما تعرفون هي تبدأ من اليوم الأول من الولادة وفي الشهرين والأربع شهور والست شهور والسنة والسنة ونص، ومن ثم تكمل اللقاحات اللي هي التكميلية أو البوستر دوز يعني الجرع التدعيمية عادة بالمدرسة. فالرجاء من العوائل، الرجاء من العوائل يعني تأخذ اللقاحات في أوقاتها، لا تأخرها. فقط اللقاح نأخره بسبب أحيانا الحرارة، وليس يلغى وإنما يؤجل يوم يومين ثلاثة أيام إلى الحرارة تروح وبعدين نرجع لازم الطفل يأخذ اللقاح.